المفروض انا بجيب كميه بول قد ايه في اليوم في الايام الطبيعيه؟ بتبقى من حوالي لتر ونص لترين بول، لو انا شربت من لترين الى 3 لتر سوائل في اليوم. في فتره الشتاء بقى بيحصل ايه؟ احنا جسمنا في الصيف بيعرق، كميه عرق بتوصل من حوالي لترين الى 10 لتر، في 10 لترات في حاله حراره شديده جدا او المجهود الزايد عن اللزوم، يعني ممكن الترين ممكن يوصل 10 لتر في اليوم عرق. ده في وقت الحر. في وقت الحر، احنا في الشتاء مفيش عرق. فكميه العرق اللي كانت بتنزل دي بتتحول كلها، بتم اخراجها مينلي او اساسيا عن طريق الجهاز البولي، فبيبقى تحميل على الجهاز البولي كميه سوائل اكتر. اكبر. نمرة 2، فتره الشتاء في اكلات معينه احنا بنكتر منها شويه، الاكلات دي فيها انواع معينه من الاملاح بتؤدي الى حدوث بعض المشاكل. زي ايه مثلا يا دكتور؟ هنقول مثلا الحاجات اللي فيها اكلات، هنتكلم في املاح دي، في انواع الحاجات الشهيره اللي احنا بنتعامل في المسالك البوليه، املاح الاوكسالات، املاح الفوسفات، املاح اليوريت، دول اساسيه. في حاجات اخرى بس دي نادره الحروث، لكن دي الكومنلي او عامه الناس بتقبلها. الحاجات اللي فيها اوكسالات اكلات معروفه، من ضمنها الموالح، من ضمنها الحاجات اللي بحبها في الشتاء زي السبانخ مثلا، الموالح كلها بقى بصفه عامه بيبقى اكتر شويه في الشتاء، السبانخ مثلا، بعض الاكلات الاخرى اللي فيها بقى يعني انت عارف نحب الاكل بقى اللي هو اكل الشتاء، في حاجات كوكتيل كده من الحاجات بقى فيها املاح، الاوكسالات. في الفوسفات بقى موجود برضو كتير في منتجات الالبان، في الاسماك، في بعض البقوليات، في بعض الخضروات، في حاجات بيبقى اكتر في الشتاء، الحاجات بيبقى عندنا اكتر شويه في الشتاء، املاح الاوكسالات، املاح الفوسفات بتبقى اكتر شويه في اكلات الشتاء. فبالتالي احنا دي بقى تحمل لود، بتعمل لود على الاخراج بتاعها عن طريق الكليتين. فبتبقى ممكن تحدث لبعض الترسيبات، لو انا ما شربتش كميه سوائل كافيه ترسيبات توجد في الكليتين او في المثانه. فعشان كده بنعمل تنحطات بقى، احنا عشان كده بيزيد التحميل على الكلى والجهاز البولي خلال الفصل. ثلاثه بالاضافه كده في ايام فتره الشتاء بيبقى الجهاز المناعي فيه شويه ضعف شويه نتيجه تعرض للبرد شديد، وخاصه الناس اللي عندهم مشاكل تؤدي الى الجهاز المناعي زي السكر، زي اللي بياخد ادويه مثبطه للمناعه، زي حاجات بيبقى الناس بحدوث التهابات اعلى شويه، من ضمنها الجهاز البولي. يعني ثلاث حاجات: شرب السوائل للتحميل عن طريق الكلى، الاملاح زياده شويه في بعض الاكلات، الجهاز المناعي ضعف شويه في ادي الحدوث بعض التهابات. طيب.